صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين. إلى قيام يوم الدين، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. ماذا وقوفك في ملاعب خرد جد العفاء بربعها المسكون؟ قد كنت لولا الحلم من جزعي لما ألقاه أصفق بالشمال يمين. قلبي يقل من الجبال همومها وتسيخ عن حمل الرداء الذي لا أجزع إلا رزيتي لولا رزاياكم بني ياسين. تلك الرزايا الباعثات الموجة، ما ليس يبعثه لظى سجايا. كيف العزايا لها وكل عشية دمكم بحمرتها السماء تريني، والبرق يذكرني وميض صوارم أردتكم بكفي كل العين. والرعد يعرب عن حنين نسائكم في كل لحن للشجون مبين. يندبن قوما ما هتفن بذكرهم إلا تضاضى كل ليث أعريني. لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اشتباك السمر قبض ظنيني.
حتى إذا التقمت حوت القضاء وهي المنادون خيري أميني نبذتهم الهيجاء فوق تلاعها كالنون ينبذ بالعرى ذا النون فتخال كل ثم يونس فوقه شجر القنا بدلا عن اليقطين خذ في ثنائهم الجميل مقرضا فالقوم قد جلوا عن التأبين ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفين بالطفك يروا الأولى فوق القناة رفعت مصاحف التقاء منوني رفعت مكانها رؤوس بن النبي وشفت قديم الواعج وشجع وتتبعت أشقى ثمود وتبعين وبنت على تأسيس كل العين الواثب الظلم آل محمد محمد ملقا بلا تكفيه والقائلين لفاطمة ابو يرد الله يحفظكم بحق فاطمة والقائلين لفاطمة اين يا ذيتين يا الله كمل يا اخي كمل في طولنا وحن دائم وحاني والقاطعين إراكة كي لا تقيل بظل أوراق لها وغصوني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا الشمل الديني والدخل نعلى بتولة بيتها يا الله والداخل نعلى البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جانب والقائدين
جاذه والطهر تدعو خلفهم بأراني ورنات إلى القبر الشريف يا رسول الله ورنات إلى القبر الشريف بمقلت عبرا وقلب مكمدين محزون أبتاه هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون بيتاني قري مرات واكثر من 100 مرة لكن ما اثر بي واريد اعيد عليكم هاي الزهرات خطب ابوها تقل بسمار بسمار يا ابويا ما حلال العيش بسمار يا ابويا ويوم فقدك علي بسمار بويا يا بويا نبته وبالصدر يا بويا نبته وبالصدر بسمار يا بويا وسقط محسن عالوطيه يا بويا وسقط محسن خاطب علي ابا الحسن اقل تراها ترى يا من شفك على الكعبة يا من شف على الكعبة ترى يا الزكية من الولم تصرخ ترى شلون صبرت وعيونك تراها بين الباب والحياة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون روى عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أنه قال لما بلغ فاطمة أنها منعت فدك لاثت خمارها وتجلببت بجلبابها وخرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تطأ أذيالها وكانت تمشي مشية تعكي بها مشية أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وتوجهت نحو المسجد حيث اجتماع المهاجرين والأنصار وحيث مجلس الخليفة ولما علم الخليفة بمقدمها أمر أن تضرب بينها وبين القوم ملاء وقفت خلفها أن تأنه أجهش القوم لها فسكتت حتى سكنت فورتهم قال سلمان رضوان الله عليه
رأيت فاطمة تحمل ذلك الكف النحيف وهي تخاطب ذلك الجمهور، والله كسرت خاطري. ثم ابتدأت قائلة بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدئ بحمد من هو اولى بالحمد والطول والمجد، الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثنى بما قدم من عموم نعم ابداها وسبوغ الاء اسداها، جمعني الاعصى عددها جمعني الاعصى عددها وناى عن الجزاء ابدها، وتفاوت عن الادراك امدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب لامثالها. اعيد الفقرة من كلام الزهراء، لان هذا تحثنا الزهراء نشكر الله على النعمة، خصوصا نعمة الامان، نعمة العافية، نعمة الصحة، وهاي النعمة الجديدة على المجتمع بعد ان اذهب الله الحزن، وبعد ان رفع الله ذاك الكابوس المظلم من سيطرة ذلك الظالم الذي لا يزال جاثم على قلوب المؤمنين. والليلة الدعاء مستجاب، ليلة الجمعة وبيت الحسين وتحت منبر ابي عبد الله وليلة فاطمة الزهراء، واخوانكم الشباب بالعراق بالالاف يقتلون، المؤمنين لا ذنب لهم لانهم يحبون عليا ويوالون اهل البيت. ادعوا ان الله تعالى يهلك هذا الظالم ويقضي عليه هو واعوانه وينجي المؤمنين. فالشكر للنعمة يتجدد علينا دائما وابدا، والحمد لله الذي اذهب الحزن وخلص المؤمنين من هذا الظالم. ابتدئ بحمد من هو اولى بالحمد والطول والمجد، الحمد لله على ما انعم وله الشكر على ما الهم والثنى بما قدم من عموم نعم ابداها وسبوغ الاء اسداها، جمعني الاحصاء عددها وناى عن الجزاء امدها، وتفاوت عن الادراك ابدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، وثنى بالندب الى امثالها، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار بالتفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته وعن الألسن صفته وعن الأوهام كيفيته، ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا اعتداء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير حاجة منه إلى تكوينها ولا فائدة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وأظهارا لقدرته وتعبدا لبريته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده من نقمته وحياشة لهم إلى جنته،
وأشهد أن أبي محمدا صلى الله صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، اختاره قبل أن أرسله، وسماه قبل أن اشتباه، واصطفاه قبل أن ابتعث، إذ الخلائق بالغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بما يلي الأمور، وإحاطة بحوادث الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور، ابتعثه إتماما لأمره، وعزيمة لأمضاء حكمه، ونفاذا لمقادير ختمه. فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي ظلمها، وكشف عن القلوب بؤمها، وجلى عن الأبصار غممها، وقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغوايا، وبصرهم من العمايا، ودعاهم إلى الدين القويم، وهداهم إلى الصراط المستقيم، حتى قبضه الله إليه قبض رأفة واختيار. ما من أحد في البشر إلا وهو مقهور بالموت إلا نبينا محمد. الموت حسب طلبه وحسب رغبته وحسب اختياره. ولهذا المعنى تشير الزهراء: فقبضه الله إليه قبض رأفة واختيار ورحمة وإيثار. فمحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدنيا في راحة، قد حف بالملائكة الأبرار، ورضوان الرب الغفار، ومجاورة الملك الجبار. فصلى الله على أبي نبيه وحبيبه وخيرته من خلقه وأمينه على الوحي، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم التفتت إلى جمهور الناس وقالت: أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، أيضا وأنتم، لأن هذا كلام الزهراء مع الأجيال التي تتوالد مسلمة إلى يوم القيامة. عليكم المسؤولية تجاه هذا الدين، أنتم الذي تنشرون معالم هذا الدين، أنتم الذي تروجون لهذا الدين. لا تنتظروا من اليهود والنصارى أن يعينوكم على دينكم، لا تنتظروا من المستعمرين، ولا من المتكبرين، ولا من المستهترين، ولا من الظالمين، ولا من كارهين الحق. أنتم تتكلمون الحق وتنشرون هذا الدين، وترغمون أنف الباطل، وتمرغوا بالوحي، وتسحقوا بأقدامكم، وترفعون راية الانتصار: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. عليكم المسؤولية، أنتم عباد الله، نصب أمره ونهيه، نصب أمره ونهيه. الزهراء هو يتأكد على هذا الموضوع، هو مهم. وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم، زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إليكم، كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره،
مغتبطة به أشياعه قائدا إلى الرضوان أتباعه مؤذن إلى النجاة استماعه حججه كافية وبراهينه وافية وفضائله مندوبة ورخصه موهوبة وشرائعه مكتوبة فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين. ما أعظم الزهراء، إيش هالمنطق بلا تردد بلا تتعتع بلا توهم، انحدرت كالسيل. تأتي بهذه اللوحة العجيبة من الخطاب، تأتي بهذه الرسمة العظيمة، نعم من هذا الكلام تتكلم عن فلسفة الإسلام. هاي الزهراء من أي مدرسة متخرجة؟ ها؟ هاي مدرسة الإسلام، هاي مدرسة الوحي، هاي مدرسة الرسول، هذه مدرسة الله أيها الإخوان. فعلى المرأة المسلمة تهتم بهذه المدرسة وتحفظ هذه الدروس وتتخرج من هذه الجامعة، جامعة الزهراء، مدرسة الزهراء، تنطينا فلسفة الإسلام بكلماتها. ليش الإيمان؟ ليش الصلاة؟ ليش الصوم؟ ليش الزكاة؟ ليش الحج؟ ليش؟ شنو الغاية منها؟ هل هذا عبث أو هناك معنى جدا دقيق؟ فجعل الله الإيمان لكم تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص. صلوا على محمد وآل محمد. تفضل سيد، دنوا شوي للمنبر، سووا مجال هناك، لا بأس بالثانية، جزاكم الله خير. لا بأس بالثالثة. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق والصيام تثبيتا للإخلاص والحج تشييدا للدين والجهاد عزا للإسلام وطاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة بكم تمت النعمة وبكم ائتلفت الفرقة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي بماذا؟ بنبوة محمد وإمامة علي. ليش الناس صايرة طوائف ومذاهب وفرق وجماعات؟ الله جعل إمامة أهل البيت أمان من التفرقة، أمان من التناحر، أمان من التباعد. إمامة أهل البيت درع حصينة لهذه الأمة. الزهراء تبين هذا. وجعل الله طاعتنا نظاما للملة وإمامتنا أمانا من الفرقة وبر الوالدين وقاية من السخط وصلة الأرحام من سات في العمر ومن مات في العدد. الإنسان اللي واصل أرحامه، إخوان المؤمنين الحنون، الله يطيل بعمره، الله يدفع عنه البلاء، الله يكثر عدده، الله ينمي عشيرته، الله يلبسه ثوب العافية، يموت على عاقبة حسنة. الإنسان المواصل الرحيم، نعم الطيب، بعكسه الخبيث الذي هو يقطع الأرحام ويعبث بالأمة الواحدة ويفرق المجتمع الواحد ويتبع أهواء شيطانية. هذا في الحقيقة وبال. فالزهراء سلام الله عليها تبين هذا المعنى.
تقول ترى هذا المقابل انت تواصل ارحامك تحن عليهم تجمع الامة الواحدة تعمل المعروف بالك تتكبر على اخوانك المؤمنين. اخفض لهم جناح الذل من الرحمة واخفض جناحك للمؤمنين. ها ودائما يكون عندنا التناصح، ما لكم لا تناصحون، لازم نتناصح. لا يا فلان هذا الكلام مو عدل، هذا الكلام عدل، هذا زين هذا مو زين. لا اخواني، واحد كون يسدد واحد، تناصح. القرآن يقول ليش انتم هالشكل يا الناس المتفرقين، يعني ما بيكم رجل رشيد، انتم ما تتناصحون، يعني واحد ما يسمع كلام واحد. ها يعني الولد متكبر على ابوه، الرجل الكبير ما إلى احترام عند الصغير، الإنسان المحترم ما إلى قيمة بينكم، وهكذا. ليش ما تتناصحون؟ إذا تناصحتوا أنتم اجتمعت كلمتكم وقويتم ورفع الله شأنكم وبارك فيكم وأنزل عليكم خيرا ورحمة مدرارا. تناصحوا. فهذا المعنى اللي قصد الزهراء سلام الله عليها. وجعل الله صلة الأرحام من سأة في العمر ومن مات في العدد وتوفية المكائيل تغييرا للبخس والوفاء بالنذر تعريضا للمغفرة وحرم الشرك به إخلاصا له بالربوبية. فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قالت أيها الناس أنا فاطمة وأبي محمد صلى الله عليه وآله أقول عودا على بد ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا فاسمعوا بأسماع واعية وقلوب راعية. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز على ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إن تعرفوه وتعزوه تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم فلنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله صادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبجهم آخذا بأقضامهم داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى انهزم الجمع وولوا الدبر. إشارة إلى الجمع، جمع المشركين في بدر. وولوا الدبر وتفر الليل عن صبح وأسفر الحق عن محض ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وحلت عقد الكفر والشقاق. وفهمتم أو وفئتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص. أي إشارة إلى علي وحمزة وعبيد في يوم معركة بدر، لأنهم وقفوا على خط التماس على خط المواجهة. أول من قدم الرسول أحباء وأعزاء وأصلاء ظهره وعصب ظهره ويمينه، ها علي قدمهم فداء للإسلام. ذول الجماعة لما برزوا النبي قال اللهم ان تهلك هذه العصابة فانك لا تعبد وان شئت لا تعبد لا تعبد. فالاسلام اسلام علي سلام الله عليه. فالزهراء تبين هذه النقطة. وفيتم او وفهمتم بكلمة الاخلاص في نفر من البيض الخماص وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الأقدام
تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاسئين، تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم الله بعد اللتيا والتي بأبي محمد. بعد اللتيا والتي بأبي محمد صلى الله عليه وآله، وذلك بعد أن مني ببؤم الرجال وذعبان العرب ومردت أهل الكتاب، كلما أوقدوا للحرب نارا أطفأها الله أو فغرت للمشركين فاغرة قذفا أخا في لهواتها، فلا ينكفى حتى يطأ صماخها بأخمص ويخمد لهبها بسيفه، مكدودا في ذات الله مجدا في سبيل الله قريبا من رسول الله، لا تأخذه في الله لومة لائم، وأنتم في رفاهية من العيش وادعون. تقولهم ما سجل لكم التاريخ موقف شريف أبدا، ولا ذكر لكم التاريخ موقف يذكر إلا عندكم كيف تتآمرون على آل بيت رسول الله، كيف تؤذون عباد الله، كيف تعملون المنكر، بل هاي لكم المواقف. نعم الزهراء هكذا تكلمهم وجه بوجه وبصراحة. نعم وأنتم في رفاهية من العيش وادعون، فاكهون آمنون، تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون بنا الأخبار، تفرون من القتال وتنكسون عند النزاع. ولما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ظهر فيكم حسيكة النفاق، وسملا جلباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبغى خامل الأقلين، وأطلع الشيطان رأسه من مغرز هاتفا بكم. أعظم شيء عليهم وخصوصا في هذه الأيام نظرا إلى المستعمرين وأعداء الدين، أن تظهر كلمة باسم آل رسول الله وبأطار نعم رسمي وعلى مستوى دولي، وإلى دولة وإلى قوة وإلى وإلى مولانا ما ينامون ليلهم، يحاولون القضاء على هذا الاسم ليستعبدوا هذه الأمة، نعم ليستعبدوا هذا المجتمع. واعلموا ان الشوك الذي في عيون الكفرة والمستعمرين واعداء الدين واعداء الانسانية ذاك المجتمع الذي يحمل ولاية علي بن ابي طالب، هذا ولذا هم يردون تفتيته، ولكن الحقيقة النور المقصود ها، ويريد ان يطفئ نور الله. النور المقصود من هو؟ ياهو النور المقصود، هسه ماكو مجال اعلق على الكلام واعطي ابواب تفسيرية عنه. النور المقصود اللي يحاولون يردون يطفوه ما يقدرون، محمد وآل محمد. وهنيئا لهذه الامة والطائفة التي تستنير بآل رسول الله، تستنير بأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليه. اللهم ثبتنا على ولايتهم، وارزقنا الممات على محبتهم، واشملنا بشفاعتهم، واصلح حالنا وبالنا، واجمع كلمتنا بهم وعلى ولايتهم بحق الزهراء يا الله. نعم فالزهراء تركز على هالمعنى هذا. ولما اختار الله لأبي دار أنبياء، ادعوا أن الله يحفظ الإسلام والمسلمين وحماة المسلمين وكلمة أهل البيت. ولما اختار الله لأبي دار أنبياء ومأوى أصفياء، ظهر فيكم حسيكة النفاق، وسملج الباب الدين، ونطق كاظم الغاوين، ونبخ خامل الأقلين، وأطلع الشيطان رأسه من مغرز آتفا بكم، فوجدكم للغرة فيه ملاحظين، ولدعوته مستجيبين، دعاكم فوجدكم سراعا،
وأحمشكم فألفاكم غضابا. الله أكبر. بمجرد قالكم روحوا هجموا انتم رحتوا، بمجرد جمعكم اجتمعتوا، بمجرد قالكم شيل الحطب شلتوا، ما قلتوا ليش؟ شنو ذنبنا وياكم؟ ها؟ بعد ما بينت فضل أبوها عليهم تون الزهرة تتألم تبكي، علي هواية يتأثر من يشوفها تبكي، يقول فاطمة إن بكائك يشجيني، الرزق مضمون، الكفيل موجود، ولازم فدك. قال لا أنا ما أبكي على هاي. قال ليش أبكي يا علي؟ تدري ليش؟ قالت يا علي إن قيل منعتني نصرها وغضت الجماعة عني طرفها. هذا المنبر نتخلى عنه يجون يكسرون، هاي الحسينية نتخلى عنه يجون يسلبوها. كون احنا نحافظ على هاي الروح، هاي تألم عند النبيل الجماعة اللي كانوا يحبون ترابهم يحبون اعتابهم. والله هاي الرواية يذكرها الخليفة ابو بكر، هو يذكرها، ترى هاي الرواية احنا ما بنقلها بس هي روايتها هو ينقل، يقول انا ويا النبي ذاك اليوم ودق الباب وصح السلام عليكم يا اهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل، اتأذنوا لي ان ادخل؟ فتجيبه فاطمة ابا ان البيت بيتك والبنت بنتك فلا مانع من ان تدخل. فيقول بني ان الله امرني ان لا ادخل في بيتك الا باذن منك. اخواني ترى الحادثة هواية عظيمة، بتقريره وانا ذكرت اشارة بالمجلس المتقدم، الباب قلبه قلاب على الزهراء ووقعت على ظهرها. واذا تريد تسألني تعال قل السيد اريد شوية تكشف لي الموضوع اكثر، بس انا اوجهكم الى كتاب فاطمة بهجة قلب المصطفى العبد الرحمن الهمداني، اقروا رسالة هناك موجهة الى معاوية على بها هذا كل الموضوع وانه يمشي على هالقضية. الباب قلبوه عليها فاطمة، هي مريضة نحيلة ضعيفة فارقة ابوها مغصوب حقها، وانت تحمل باب جذوع نخل يوقع عليه ويدفعوه. سقطت سيدتي على ظهرها اجهضت محسنها، هذا الباب ببسمار، هذا البسمار سقط في صدرها. أيوة سيدتها. يقول صرخت فاطمة، شنو صرختها؟ صاحت يا علي أدركني، إنا لله مو موضوعنا. أنت بالكلمات ألا لعن الله الظالمين، سووا ذولي. ولما اختار الله لنبي دار انبياء ظهر فيكم حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبخ خامن الاقلين واطلع الشيطان رأسه من مغرز هاتفا بكم فوجدكم للغر فيه ملاحظين ولدعوته مستجيبين دعاكم فوجدكم سراعا واحمشكم فالفاكم غضابا فوسمتم غير ابلكم ووردتم غير مشربكم هذا والكل مرحيب والعهد قريب والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بعد هذا التفتت للقاعدين بالمجلس، يقول أخذت تنظر يمنى يسرى تشوف منه القاعد، وإذا قاعدين الأشراف قاعدين العلماء قاعدين الكبار الشخصيات الزعماء الأنصار المهاجرون قاعدين كلهم كانوا هناك حاضرين، الأوس الخزرج ها حملة الدين اللي دافعوا عنه عادي هنا خاطبتهم قالت وصف بوجودكم أنا أنهضم يا أعضاد الملة ويا حضنة الإسلام ما هذه الونية عن نصرتي والغمز في حقي والسكوت عن ظلامتي
أما كان المرء يحفظ في ولده، الآن مات رسول الله سرعان ما أمتم دينا. تقولهم المرء يحفظ في ولده، ألف عين لأجل عين تكرم، كان أنا أنتم ما تحترموني ما تقدروني، بس على حساب أبوي، يعني أبوي ما إلى تقدير عندكم. عجيب غريب. المرء يحفظ في ولده، الآن مات رسول الله سرعان ما أمتم دينا، ها أن موته لعمر خطب جليل، قد استوسع واستبهم فتق وفقد راتق وأزيلت المصونة وهتكت الحرمة، وما هي إلا نازلة أخبركم الله بها قبل موت أبي، قبل موت أبي وأنبأكم بها قبل وفاته، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم قالت إيهن بني قيلة، بعضهم يقول بني قيلة لكن اتبعت الموضوع، لا يقول قيلة وهي أم للأوس والخزرج من القديم، فخاطبتهم الزهراء بهذا الخطاب، إيهن بني قيلة أعتظموا تراث أبي وأنتم بمرأة وبمسمع. أنتم الجماعة المؤمنين بيناتكم ذرية رسول الله الضيع وصفة، ها من بر الحسين يوهان وصفة، كرامة مؤمن تسحق وبوجودكم وصفة، سكتون ترى نتيجتهم الزين هكذا. فالزهراء سلام الله عليها تقولهم عجيب إيش راح يصير بيكم لسكوتكم هذا، وقالت بالأخير ابشروا بسيف صارم وهرج شامل واستبداد كامل، يدع فيئكم زخيد وجمعكم حصيد ويسلط عليكم من يذلكم، لأنكم أذيتون وما انتصرتون وما وقفتم بجانبنا. إيهن بني قيلة أعتظموا تراث أبي وأنتم بمرأة وبمسمع، تبلغكم الدعوة ويشملكم الصوت وفيكم العدة والعدد ولكم الدار والجنن، وأنتم نخبة الله التي انتخب وخيرته التي اختار، ما لأراكم جبنتم بعد الشجاعة ونكستم بعد الشدة عن قوم نكصوا إيمانهم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون. ترى منها الليلة ومنها اليوم ابتدى عاشورا، ترى منها الليلة ومنها اليوم ايها الاخوة صارت مصيبة كربلاء، منها اليوم ومنها الليلة صار هذا السواد، نعم على قلوب المؤمنين وعلى المباني، لعن الله من ظلم الزهراء. وبعد هذا ايها الاخوان باثناء حديثها وباثناء كلامي ورد اجل المصيبة واسألكم الدعاء في قلبي، وهذا طبعا كلام مي الزهراء هي سيدتي فاطمة سلام الله عليها، طبعا القلوب مكسوفة إلها، الكذاب تقتله والصادق ينجو، الزهراء سلام الله عليها من فوق المنبر، وأنا أذكر الزهراء وأنتم متألمين، أطلب من الزهراء أن تكون شفيعة للمؤمنين يوم القيامة، وخصوصا إخواني آل محمد والصفافير والمؤمنين الذين هم وقفوا الموقف المشرف، وأسأل من الله تعالى أن يوفق ويعز الحاج الميرزا حسن حفظه الله، وأن يمد في عمره ويعافيه، وأن يحفظ جميع المؤمنين الحاملين في هذه الأرض بخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأسأل من الله أن يحشرنا مع الزهراء وأن يولينا شفاعتها، وأن يجعل كلامنا خالصا لوجه الله، وأن يتقبل دعاءنا. أيها الأخوة، بعد هذا الخطاب فاطمة الزهراء رجعت بخيبة الأمل تتوكأ على حسنيها، وما أكو واحد بذاك المجلس نبس ببنت شفاه أو تكلم، نعم، أو وقف بجانب فاطمة الزهراء، وإذا فاطمة الزهراء ترجع إلى علي، علي يتطلع لرجوعها، يقول لما رآها قام باستقبالها،
هي لما راته ترامت بين يديه وقالت يا ابن ابي طالب اشتملت عني مشيمة الجنين وقعدت حجرة الظنين انت القاطع الريش الاجدل وخانك الريش الاعزل وهذا ابن ابي قحافة يبتز نور ثابي ويأخذ بلغة ابني افترشت التراب وافترست الذئاب تقل يا حايا يا ملحمة يا داحي الباب او يا جتا يا لبن ود يوم الاحزاب او توقفش بيها حرمنا الشاب والزهرة تسمع منها الاعتاب يا تغضي يا حذر شايا يا رأس المجد تمثل الزهرة واقفة مكسور خاطرها امام علي امام ابو حسين حامد دخيل اهو يا صبرك عظيم يا ابا الحسين يا فارس بدر وحنين وبيوم الوغى فتاك تصبر يا علي كم دوب والله صبرك عجب الاملاك شلون صبر صبرك صبرك عجب الاملاك ايه والله يا سيدي صبرك عجب المخلوق واملاك السماء كلها شلون صبرت يا كرار وتشوف الزهرة بيا حال سيدي اقرأ بعد امامنا اريد اقرأ لك بس هنا اريد ابين هاي تقول لا والزهرة تسمع منها الاعتاب تغضي حيدر شن الاسباب يا راس المجد من جوك الاذناب طبت وقالت لك بترتاب افترست يا حيدر هاي الذياب وانت يلي اثتش منت بالغاب ولا تلبض السيف من القراب تقل من ايستهم لجل الحجاب وين راحت لاذت لاذت والله لا اذت وعصرها ورا الباب ايه لاذت وعصرها اي والله كسره وضلعها ويا يا يا طفضوا طفضوا ابويا اي يا ثدي يا يا انا اريد ون من قلبك ها يا القلب بي حسره اريد الليل يون على فاطمه الزهره من الاعماق يا فاطمه اردك تتجاوب وياي اي ام السادة ام الايمة ام المؤمنين فاطمة يا عين يا عين يا عين يا عين خل دمعك يهل دم يا عين خل دمعك يهل دم يهل دم على الزهرة وضلعها اللي تأشى اي على الزهرة وضلعها اللي اي 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 اش اه وويلاه اي والله اي 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 قبعت بالمصيبة خلاف ابوها
ومن البيت اصحاب امنعوها امنعوها يا يتغنى ودارها وبها صراخ يا لمن طق الضلع من اوتهشم صاح الصاخات يا ايت صاخت يا فضه صدري ينعاب صدري ينعاب والله ومحسن سقط يا معتبه الباب اي معزن صقاط يا معايا اي 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 اثبت اي 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 الزهرة قاعدة تقبال علي ايد على عينها وايد على ضلعها اتألم الامام وهي تقول له تقول له الوجن الوجن من ولم صدري الوجن من ولم صدري وبدي لازم اضلوعي ومحسن سقط من عنده وتجري المحسن دموع اريد اقرا بيت الدعاء انا ما ذكرت الفاظ الوفاء ليلة القادمة ان شاء الله اشرح شلون فاطمة الزهراء فارقت الحياة وش وصت علي وشنه اللازم علي وعليك اتجاهها وادعو المؤمنين للاجتماع ليلة القادمة ان شاء الله بهذا المجلس المبارك بس اريد اقرأ اهل بيتين ذني واسألك الدعاء اسمع البيت الاول الزهراء يوم ابوها تقل علامة يا ابويا نشر حزنك على راسي علامة يا ابويا ودم دم عيني علامة يا علامة علامة يا ابويا بوجه ظلت السطرة يا ابويا بوجه ظلت السطرة علامة علامة يا ابويا اجيك وشوف شنو صار بي يا ابويا اجيك وشوف شنو صار يا 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 ربي يا يا حافرم اسمع البيت الاخير مر على مسامعك قفوا يا ابي يا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب ثقيل وما بقت الافكار يا الباب يا الباب نشدش وين محسن صقر يا الباب نشدش وين محسن صقاط يا الباب يا الله يا الباب يا الباب يا الباب لبست الحزن طول العمر يا الباب الافكار ذهل وما بقت الافكار يا الباب يا الباب نشدك وين محسن صقر يا الباب ويوم العصر وعين زهرة
على الزهرة يا على الزهرة يا قلب جسم نصي يا انقضت ويلي عليها وفرق البين قضت ومصابة ما من شبيها يا بكى وسبطينها وشبقوا عليها يا حيدر شيل سبطين الزكية شيل الحسن يا حيدر وخيا يا أرضها والسماء ما جت سويا لعد بضعة الهادي ينحب الدين من مسعف بالنواح قلب المرتضى مذ جرد الزهراء من الأثواب ألفى على المصباح بعض ضلوعها مكسورة من عصرها بالباب يا ليته ألفى حسينا عارية إن رضت قرى صوافن النصاب. تفضل سيدي. بارك الله. اخواني ارفعوا ايديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله. إخواني عندنا من المؤمنات الأخوات الخيرات فاطمة أبو حمد مريضة وفي الإنعاش الآن، فاطلبوا لها بحق فاطمة الزهراء أن يمن عليها بالشفاء والعافية، كما وهناك بعض الإخوان عندهم بعض المرضى، اللهم عافهم وشافهم. اللهم بحق فاطمة الزهراء شافي كل مريض من مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم عجل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان. اللهم فك كل أسير في أيدي الظالمين. اللهم فك كل سجين في سجون الظالمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ الإسلام والمسلمين، وتحفظ حماة الإسلام والمسلمين، وتحفظ أخواني الحاضرين، وتبارك بهم وتجازيهم خيرا. أخواني هنا الأخوة يقولون أكو حسينية تحت الإنشاء في منطقة الصلابيخات، بيت للحسين سلام الله عليه يذكر به اسم أبي عبد الله. لا بأس الإنسان يعني يقدم فرد خدمة، يطلبون التبرع جزاكم الله خيرا حسب إمكان واحد. هذا من جانب، وبعد اللطم العشاء هنا جزاكم الله خيرا تعشون، واللي عنده فر الشيء يقدم لسيد الشهداء. الله يزيدكم خيرا وبركة وعزا وإيمانا بحق محمد وآله. وإلى من مات على الإيمان الفاتحة، قبلها الصلوات على محمد وآل محمد.